عليه السلام، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. علي ذكرك فرح ويزيل الهموم، اسمك لا 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 نسيت اسمي ذكرت، يا سلطان الضمير أول الشام، العشق لو ما عشقتك ما عرفته، من شرط المحبة تصير أسرار، من شرط المحبة تصير أسرار، بس حبك حرام يصير سكتة، إذا مرة طحت ما بعد انشاف، وحقك لو طحت اسمك رفعت يا علي يا علي. حجينا حجينا بلا يا اسمك أخرس يصير، وكلام بغير اسمك ما سمعت ما سمعت ما سمعت، يا ساكن بالقلب وعليك مقفول، وغيرك لو دخل قلبي رفضت، عرفتك قبلتي وتوجه عليك، وحرام المسلم يغير قبلته. أنا لولاك لولاك يا علي يا علي يا علي، أنا لولاك أبد ما أسمع أذان أذان أذان، بحبك يا علي الخالق عبدته، برز كل الشرك ضد كل الإسلام، بالخندق وبن ودهم شطرته، قلعت الباب قلعت الباب مو بيدك يا ابو حسين، بالخنصر يا ابو الحملة قلعته، يقولون أربعين ذراع يقولون أربعين ذراع، ونقول أنت الآخر الدنيا شمرت يا علي يا علي يا علي. الشجاع بحملتك ما يلزم السيف، يصيح دخيل عندك لو خزرته، حادر حادر كنت اشوفه قبل ما اشوف، اول ما فتحت عيوني شفته، جديد جديد جديد، اش ما تمر عليك ليام، يعتك كل شي يعتك وانت انت، يعتك كل شي يعتك وانت انت يا علي يا علي يا علي. والله أحب ملقى اليتامى الحد الجنون، لأنشف لأنشفت علي بخدهم علامة،
أحب ملقى اليتامى الحد الجنون لأن شفت علي بخدهم علامة وهم تدر الإمام بيا وقت نام علي ما ينام يفتر على اليتامى يا علي وهم تدر الإمام بيا وقت نام علي ما ينام يفتر على اليتامى لا تغرك ديرة تهتف بالأذان أشهد إنك يا علي نعم الولي أنت بس تنظر يتامى بلا أمان قول أهل الديرة ما تعرف علي قول أهل الديرة ما تعرف علي 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 أعترف لك أنا مجنون بهواك يا علي إش محلاه بيك جنوني قد ما أحبك راسم بعيني يتيم حتى كل لحظة تمر بعيوني والله ما صدق قصير القامة يا مولاي يا علي ما صدق قصير القامة يا مولاي ما أقدر أبد أستوعب الحالة شذب حيدر قصير وهاكم البرهان من فوق الفرس يشمر الخيالة كذب حيدر كذب حيدر قصير وهاكم البرهان من فوق الفرس يشمر الخيالة جائز حيدر بطول الرسول يكون لأن بات بمكان بيوم ترحالة وبفراش الجبل ما يصير تليبات وبفراش الجبل ما يصير تليبات لازم جبل مثله ونفس تفصاله مقصود السوالف هاي كذابين القصر لولاه وحاشا لوله تدناله بحزام الفقاري قل لي كان قصير معقول الفقاري خطوة رذياله بحزام الفقاري قل لي كان قصير معقول الفقاري خط ورا ذياله وبما انك علي مخلوق من النور اذا طولك اشعاع الضوء بهالحاله علي طولك سما علي طولك سما واضعاف طول الكون ونجوم السما بجلبات بذياله والله وعزه وعزه وحق نور الجلال الدام عزة علي مخلص نذر لله عزة علي لولا شال الحين عزة وهو بل ولات بالكعبة سويا والله ومرحب ومرحب مثل حبك أبد ما جاء ومرحوب ومرحب وانا لذكرك أصيح أهلا ومرحب ومرحب ابن وديا من ضربته ومرحب أضل باسمك أرد حين المنية أرد باسمك أضل حد المنية
أرد بسمك أرد حد المنية، أرد بسمك أرد والله خلاف خلاف خسر كل من علمناك، خلاف أكيد بهاوي يمشي خلاف العلي بس العلي تلوق الخلافة لأنبار الخلق راده وليار أن رد الخلق لأنبار الخلق راده وصية لأنبار الخلق ونعمة ونعماي ضريرا أصبحت دونك ونعماي علي باسمك ملديني ونعماي اجيت أنا بولا إعلن ونعماي أقول للخلق ولي البرية وها خوتها ها عمها أياديكم فوق أياديكم فوق منزلين إن شاء الله يعوركم وها خوتها ها عمها قالوا حيدر الشرب ذاك اليوم والله قالوا حيدر الشرب ذاك اليوم ورجع للشمس ربنا العلي القيوم ورجع له الشمس ربنا العلي القيوم مو لجل الصلاة خلي اليلوم يلوم مو لجل الصلاة خلي اليلوم يلوم ها عمها ها خوتها ربك رجعها تصلي لربك رجعها ربك رجعها تصلي لربك رجعها يقول عجبت العجب يا قالع البيبان ليلة مولدك تتفتح الحيطان عجبت العجب يا قالع البيبان ليلة مولدك تتفتح الحيطان بيت الله انفرش لك يا علي ديوان ها خوتها ها خوتها ديوانك ديوانك وانت الطبيت ديوانك وانت الطبيت ديوانك وانت ديوانك وانت الطبيت ديوانك وانت جيرانك جيرانك يا كارم الضيف وحامي جيرانك أضوى من القمر بالليل تبيانك يا كارم الضيف وحام جيرانك أضوى من القمر بالليل تبيانك مثل شمس الله واضح يشع برهانك مثل شمس الله واضح يشع برهانك وها خوتها ها عمها والتايح عالحق دليت والتايح عالحق دليت والتايح عالحق والتايه عالحق دليت صلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العباس بن عبد المطلب: فلما تكلمت فاطمة بنت أسد ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله تعالى، فرمنا أن نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا، فلم ينفتح الباب، فعلمنا أن ذلك أمر من الله تعالى. أفلح من يصلي على الرسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي: ولما دخلت فاطمة في جوف الكعبة وهي في تلك الحالة جلست فوق الرخامة الحمراء، وإذا هي بأربع نسوة يدخلن عليها، أما الأولى فأمنا حواء، وأما الثانية فمريم ابنة عمران، وأما الثالثة فآسيا بنت مزاحم، وأما الرابعة فهي أم نبي الله موسى بن عمران عليه السلام، وذلك ليلين منها ما تلي النساء من النساء عند الولادة، وكانت عليهن ثياب كهيئة الحرير الأبيض، ورائحتهن أطيب من المسك الأذفر، وبينما هي كذلك وإذا قد وضعت بأمير المؤمنين أفضل الصلاة. صلوات صلى محمد عليه يا ابي طالب، صلوات ربي عليه وصلي وسلم عليه، صلوات ربي عليه صلوات ربي عليه الحسن والحسين، صلوات ربي عليه صل سري والزمان إلهي عجل فرج صاحب العصر والزمان، إذا سألوني في يوم الحساب، إذا سألوني في يوم الحساب بما أفنيت عمرك في الشباب، بدون تردد بدون تردد هذا جوابي أنا أنا أنا، وجميع من فوق التراب فداء تراب نعل أبي ترابي. أعادكم الله على مثل هذه الليالي والأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجمع الليلة لهيئة العدل المنتظر الإسلامية، فجودوا ما تجودوا به أنفسكم إن شاء الله. أفضل الصلاة والسلام عليك.